بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أصلح الله لنا ولك النية والذرية والسالمين. إذا أردت أن أضرب ابنتي لمشاكسة بينها وبين أختها أو تخريب في البيت أو عدم سماع كلام أمها أو كلامي أو غير ذلك، فعندما أضربها تخاف وتقول أبوي الله يخليك ربي يدخلك الجنة، فأنا أحس برهبة من هذا الدعاء، خصوصا أنني أستمر في الضرب، فأقول في نفسي تقول ربي يمثلك الجنة وأنا أضربها. طيب يضربها إيش؟ ليش يضربها؟ لا تضربها. هو يقول أضربها ليش؟ لمخالفتها أمر أبيها أو أمها. لا لا تضربها، أدبها بالكلام. الضرب ليس طريقا. ضربها لحق الله، لحق الله. إذا كانت لا تصلي وقد بلغت عشرا أضربها ضربا تأديبيا. لا غلط، ضرب فيه بعض الناس يتجاوز، حتى إن بعض الناس يعذب ولده بالكي بالنار، هذا جهل. تعذيب ما هو تعذيب، التعذيب ليس تعذيبا، ليس تعذيبا. ارحم وارحم، لا تضرب ابنتك. إذا أدب عيب عيب ما يصلح، ليش كذا. نعم.